فعلت وزارة التربية والتعليم بقوات الأمن المركزي لتأمين الديوان العام، وذلك تزامنا مع دعوات طلاب الثانوية العامة للتظاهر اليوم ضد قرار تخصيص 10 درجات للحضور والسلوك. يذكر أن القرار قد تم تطبيقه على طلاب الثانوية العامة منذ 3 أسابيع في مختلف المدارس على مستوى الجمهورية. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ محمد النقيب، أمين عام اتحاد طلاب مصر. يا أهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا يا فندم. يا ريت يعني الوقفات التي قمتم بها من أجل الاحتجاج على موضوع 10 درجات للسلوك والحضور، يعني هل توصلتم إلى أي نتيجة؟ هل تواصلتم مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم من أجل إعادة النظر في هذا الموضوع أو وضع إجراءات ربما يعني تلبي مطالب الطلاب المحتجين على هذا القرار؟ طيب، هو مبدئيا يا فندم احنا كاتحاد طلبة مصر اعترضنا على القرار وقدمنا للوزارة أسباب الاعتراض وقلتها قبل كده مع حضراتكم في البرنامج، وكمان قدمنا للوزير بعض الاقتراحات والحلول. يا ريت تذكرنا بأسباب الاحتجاج الثانية. أسباب الاعتراض على القرار هو أن القرار غير دستوري، وكان الأستاذ محمد سعد كان صرح أن القرار دستوري. هو حضرتك الدولة والتشريع والقانون بيديك 30 يوم غياب حق الطالب الثانوية العامة، فلما وزارة التربية والتعليم تديك فقط 9 أيام عشان تقدر تاخد الدرجات، يبقى ده كده مخالف للدستور. دي الحاجة الأولى. الحالة الثانية أن أنا عندي نظام الثانوية العامة نظام تسابقي. نظام التسابق هو أن احنا كلنا نبقى واقفين على نفس الخط. واقفين على نفس الخط ازاي؟ يعني انا هخش الامتحان ومجموعي كام؟ 410، اسف، انت كمان المنازل 410، طالب المدرسه اللي مش عارف التجريبي 410، كله زي بعض. ما ينفع حد يبقى سابق حد ب 10 درجات او متاخر عنه بعدد معين من الدرجات، ما ينفعش. فانت كده بتخالف ان هو نظام تسابقي وبتخالف عدد ايام المسموح بيها، دي حاجه. الحاجة الثانية ان المدارس غير مؤهلة ومستعدة لاستقبال الطلبة بتوع تالتة ثانوي، ولما قلنا الموضوع ده 100 مرة سيادة الوزير قال لي انا هطور لمين؟ تعالوا المدرسة بعد كده طور. فهو ده بنطبق معنى ان التعليم بقى في مصر عامل زي الشقة الطوب الاحمر، بنقول للطلبة تعالوا بعد كده نطور وانتم موجودين. نظام المظاهرات الموجود دلوقتي كان ده عليه عدد من الطلبة ليهم كامل حرية الرأي في التعبير عن رأيهم، واتحاد الطلبة بيدعم ده 100%، من حق الناس انها تعبر عن رأيها. بس هو اتحاد الطلبه ما كانش شارك. بس اللي عايز اقول لحضرتك ان المسؤولين وزاره التربيه والتعليم حتى الان ما فيش استجابه للمطالب، لا اتحاد الطلبه ولا الطلبه اللي بينزلوا. تم ماذا عن الوقفه التي ستنظم اليوم استاذ محمد؟ في وقفه، وقفوا الطلبه قدام المظاهره وطلبوا بالطلبات بتاعتهم، وحضرتك كان حصل برضو اعتداء تقريبا عليهم امبارح او اول امبارح من وزاره الداخليه في اخر وقفه ليهم. فهو دلوقتي احنا عايزين نقول حاجه، هو انا عشان طالب ثانويه عامه بطالب ان انا ارتاح في المدرسه وتوفروا لي تعليم كويس، وان نشيل الحاجات الغلط الكتير الموجوده في وزاره التربيه والتعليم، هل ده بيحط على الطالب ان هو ارتكب اي ذنب؟ انا مش عارف. هل انا عشان بروح بطالب ان انا يبقى في نظام عدل في التعليم، يعني حتى الثانويه العامه اللي تعتبر الدرجات بتاعتها كلها فيها عداله؟ طب استاذ محمد، يعني دلوقتي وزير التربيه والتعليم دكتور الهلال الشربيني اكد انه لا تراجع عن هذا القرار. طيب طب استنى، انت بتقول ان هذا القرار غير دستوري، لماذا لا تلجأ الى القضاء ليفصل في هذا الامر؟ في قضيه يا فندم رفعها طلبه في اسكندريه الحكم فيها يوم 26 اكتوبر. يعني في قضيه بالفعل تم رفعها، في قضيه مرفوعه للوزاره. طب طالما في، يعني طالما في قضيه، لماذا لا تتركوا للقضاء ان يقول كلمته ويفصل بينكم وبين وزاره التربيه والتعليم؟ طب حضرتك سمعت الاسباب اللي انا قلتها في الاول؟ مش بس السبب ان القرار غير دستوري، لا، ده انت ما عندكش جاهزيه للتعليم، ده انت اعترفت بنفسك قلت انا مش هطور، انت كوزاره قلت مش هطور غير لما انتوا تيجوا. يعني الاستاذ محمد سعد لما كنت قاعد معاه هو وسياده الوزير قال لي ان الفصل بيتفاخر قدام وزير التعليم بيقول له الفصل وصل عندي كثافه 110. طب هل ده يا جماعه ده تفاخر؟ هل ده بيقول ان التعليم عندي كده تطور او تقدم؟ دي كلها ما يدينش الوزاره بعيدا عن القرار الدستوري او غير دستوري. شكرا 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 جزيلا محمد النقيب، رئيس الاتحاد، الامين العام لطلاب اتحاد طلاب مصر، شكرا جزيلا لك.